أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 23 من فبراير عام 2019 وصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة إلى مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية ليترأس وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال القمة العربية الأوروبية بحضور قادة وزعماء من دول الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار شرم الشيخ المهندس عمرو نصار رحمه الله وزير التجارة والصناعة المصري الأسبق وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية السابق وعدد من كبار المسؤولين المصريين وأعضاء سفارة الدولة في مصر. وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة في تصريح له عقب وصوله أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية والاقتصادية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتسهم في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة ودفع عجلة التنمية في البلدين. وأشار سموه إلى أن سياسة دولة الإمارات تتسم بالانفتاح على العالم وبناء جسور التعاون مع مختلف الدول بالإضافة إلى دورها في المجالات الإنسانية والخيرية والتضامن مع جهود المجتمع الدولي للتصدي للأزمات والتحديات. وأكد سموه أهمية انعقاد هذه القمة لتبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة. صفحات من الماضي.